السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم فيديو وانتم بخير وفي صحة جيدة يا رب. الاقتراح ديال اليوم عبارة على شوربة للعشاء، أو ممكن تقدميها مع الأكل ديالك بعناصر جد بسيطة ومتوفرة في كل بيت. غادي نحتاجو بصلة، غادي ندير واحد معلقة ديال الزبدة، وغادي نحتاجو حبة ديال البصلة نقطعوها مكعبات، وغادي نحتاجو القرعة خضراء كورجيت. نظرا ان ما كندخلوهاش في بزاف في الاكل ديالنا، هذه من بين الوصفات انك تاكلي القرعه خضراء. صافي، كيف قلت لكم البنات، غادي نشدو هذيك الزبده نديروها فوق النار حتى كتذوب مزيان، وغنضيفوا ليها هذيك البصله تشحر فوق منها. غادي نضيفوا ليها البنات شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نديروها تشحر. ومباشرة من البصلة كتبان لينا بدات كطيح، غادي نضيفو ليها الماء. تقريبا نديرو نصف لتر ديال الماء ولا لتر الا ربع، على حساب شحال غادي ديرو ديال القرعة. واش غادي ديرو مثلا نص كيلو؟ غير الاساسي البنات، هاد الحساء كيجي خاطر، يعني ما ديريش الماء بكثرة، ديريه يتناسب مع القرعة اللي غديري، بحال مثلا يغطي على ديك القرعة. صافي، كنقطعوها كنصف وكنقطعوه، ما كيحتاج انك تحيدي لي هذاك اللب اللي في الوسط، وكنضيفوه لهذاك الماء بعد ما غلى. من بعد كتسدي الكوكوت كتخليها تصفر واحد شويه، تقريبا شي 10 دقائق. كيف كتعرفوا راه القرعه بسرعه كطيب، ما كتحتاجش وقت. وفي هذا الاثناء البنات غادي نمشي باش نوجد واحد المكون، الا ترافقتوه مع الشوربه العشاء كيجي زوين. غادي نوجدو بريوات بمكون بسيط جدا، هو صدر ديال الدجاج، ما غادي ندخل معاه حتى شي حاجه. غادي نقطع بصله كبيره ولا شي جوج بصيلات صغار، وغادي نديرهم يتشحروا فوق البوطه. البنات ديما البصله منين بغيو نديروها نستخدموها في داكشي المعمر، ضروري ما ديريها، ديري شويه الزيت وديري البصله وترشي عليها شويه المليحه، وتبقاي تحركي حتى البصله كطيح وكيولي عندها داك اللون الذهبي، حيت الا درتيها هي هكذاك كيجي لوكو ديالها ما زوينش. اما الا شحرتيها مزيان كتعطي واحد بحال كيولي فيها واحد الحلاوه زوينه. كنقطعو حتى داك الصدر كنقطعوه مكعبات صغيره، وكنضيفو لهذيك البصله من بعد ما تشحرات. نبقاو نحركو. غير البنات ملاحظه واحده اخرى، الصدر ما كيبغيش انه يطيب بزاف، غير يتحول لكم هذا اللون الغوز لواحد اللون بيض، صافي، وكتوقفوا عليه البوطه. حيت كل ما كطيبوه اكثر كل ما كتزيدوا تحرقوه اكثر. غادي نحك فيه جوج دروس ديال الثومه باش نحيدو ديك السفوليه ديال الدجاج، وغادي ندير زيتون مقطع، تحميره، كمون، بزار. كان عندكم كورنيشو ديروه، انا ما كانش متوفر عندي. نديرو شويه ديال الهريسه كتعطي واحد الطعم رائع مع الدجاج. صافي، وها الحشوه ديالنا واجده. نضيفو كذلك القزبر والمعدنوس. القزبر والمعدنوس البنات ضيفوه للاخر، يعني دابا انا هادشي راه غادي نديرو غير يتشحر شي شويه وغادي ندوز كنعمر.
من بعد البنات ما كملنا هذوك البريوات اللي وجدنا، غادي نديرهم في واحد الصينيه اللي تدخل الفرن، غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده من الفوق وغادي ندخلهم يتحمروا في الفران. انا ديما البريوات البنات كندخلهم الفران حيت المقله القلي كيجي صراحه صعيب بزاف على المعده، وراك عارفين كنحاولوا حنا نبعدوا من المقليات، والفرن كيعطيهم واحد القرمشه لذيذه بزاف. كيف ما كتشوفوا البنات، من بعد ما حليت على الكوكوت لقيتها طابت، غادي دابا ناخذ هاد الشيء كامل وغنديرو في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنو. هاد الشوربه البنات كتجي خفيفه ورائعه جدا، حتى بالنسبه يعني الناس اللي كيبغوها كيديروا الريجيم، هاد الشوربه خفيفه وزوينه. ممكن انكم تعوضوا الحليب اللي درت انا، نديرو بحليب منزوع الدسم مثلا، صراحه كتجي لذيذه. غير كيف قلت لكم ردوا البال ما ديروهاش جاريه، حتى هي كتجي كتبغي انها تكون خاطره، يعني كتهزيها بالمعلقه بحال اللي كتهزي شي ياغورت، ماشي لديك الدرجه، ولكن حاولت انني نوصل لكم الوصف. للاسف راني زيرو في الوصف وفي التنعات كذلك، يعني قبلوا عليا وصافي. غادي نضيف غنضيف القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف تقريبا كاس على حساب البنات اللي قلت لكم الخليط اللي درتو، واش غادي ديروا نصف اترو ديال الماء ولا اترو لا روب. اذا درتو مثلا نصف لتر ديال الماء يكفي انكم ديروا كاس واحد ديال الحليب، درتو لتر لا روب غادي ديروا جوج كيسان صافي. البنات من بعد ما درت ليها حاجه، البنات اللي مشات ليا في التصوير هي من قبل مني بغيت نطحن في الخلاط الكهربائي، راني زدت ربعات الفرماجات مثلث، يعني طحنتهم مع داك الشيء اللي مني طاب في الكوكوت وبغيت نديرو في الخلاط الكهربائي، ضفت ربعات الفرماجات مثلثات طحنتهم معها. عاد دابا ضفت الحليب وكتردي فوق البوطه حتى كيبان لك بدا كي شويه غادي نطيبوا الحليب، يعني راه القياس ديال طياب الحليب يبان لكم شويه بدات كيطلع وكيزيد يختار صافي، وكتطفو عليه البوطه. هاد الشوربه من الاحسن انها كتشرب سخونه صافي. بقات ليا غنمشي ندوز نقاد الطبيله ديالنا، ولهنا البنات غادي نقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع فكره جديده باذن الله.